هي مين المذيعه اللي لقوها مقتوله ومدفونه في فيلا؟ شيماء جمال مذيعه مشهوره باسم المشاغبه. 2017 كان ليها برنامج اسمه المشاغبه على قناه ال تي سي وتوقفت 3 شهور من نقابه الاعلاميين لان الناس تنشقت ماده بيضاء في حلقه من الحلقات، وان هي وعدت قبل كده المتصل ان هي هتشم هيروين على الهواء، لكن بعد التوقف قالت ان دي بودره سكر مش هيروين. راحت قناه الحدث وفي حلقه من الحلقات كانت جايبه بطه وبتزغطها برده ماده بيضاء كتمثيل لمشهد تهريب هيروين في بطن البط. شيماء اختفت فجاه ولقى جثتها مدفونه في مزرعه في فيلا في البدرشين. مدير مباحث الجيزه وصل له بلاغ من جوزها ان هما كانوا مع بعض وهي دخلت الكوافير في اكتوبر وما خرجتش تاني وتليفونها اتقفل، لكن التحريات قالت ان جوزها ده هو المشتبه الاول في قتلها، ومتجوزين بقالهم 8 سنين منهم 3 سنين عرفي وهي الزوجه الثانيه ليه، وجوزها ده مستشار في مجلس الدوله واللي اترفع عنه الحصانه عشان يعرفوا يبداوا معاه التحقيقات، وقتلها بعد ما ضربها بالطبنجه على راسها وخنقها بسكارف كانت لابساه. كان في شاهد وحيد على الواقع اللي دل النيابه على مكان الجريمه، والراجل ده محبوس على ذمه التحقيقات، يقال انه معترف انه شارك في الجريمه. ليه معدل الجرائم بيزيد والمتهم بالجريمه بيتوقع ان هو هيهرب او محدش هيعرف يوصله؟ بس كده، سلام.